ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده هناخد سيشن جميله جدا، هتتكلم عن اجهزه موجوده جوه جسمنا، وهنعرف ايه السيستمز اللي موجوده جوه جسمنا وبتشتغل ازاي. تعالوا نبدا، يلا بينا. اول حاجه، انا عندي جسمي دوت اللي هو البادي بتاعي بيتكون من مجموعه او من جروب اوف ايه جروب اوف سيستمز. يعني ايه جروب اوف سيستمز؟ يعني انا جسمي او جسم اي ليفنج اورجانيزم تاني، قلنا كلمه ليفنج اورجانيزم معناها انه ممكن يكون انيمال او بلانت او هيومن، يعني انسان او حيوان او نبات، صح كده؟ طيب السيستمز دي هي عباره عن ايه؟ انا في جسمي في سيستم مسؤول عن الدايجيشن، دايجيشن يعني الهضم. في عندي سيستم تاني مسؤول عن الريسبيريشن، اني اتنفس. في سيستم كمان مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن انه يخلي البلد اللي هو الدم يمشي في جسمي كله، السيركيولاتوري سيستم. كل دي سيستمز موجوده، وفي طبعا سيستمز تانيه كتيره. كل السيستمز دي موجوده في جسمنا بتكون لي البادي بتاع الليفنج اورجانيزم. طب السيستم الواحد، ولنفرض السيستم اللي مسؤول عن ان هو دايجست، يهضم الاكل اللي انا باكله، عباره عن ايه؟ عن كذا جزء، عباره عن كذا حاجه مع بعض شغالين، هي اسمها اورجانز. اسمها ايه؟ اورجانز. يبقى عندي كل سيستم من السيستمز اللي بتكون لي البادي عباره عن اورجان. يعني مثلا في الدايجستيف سيستم، هناخده كمان شويه، في حاجة اسمها ستومك، في حاجة اسمها انتستن، كل دي اورجانز بتكون لي مين؟ الدايجستيف سيستم. طيب في الريسبيراتوري سيستم، في لونجز وفي النوز، في كذا اورجان. الاورجان دي مع بعضها بتديني الريسبيراتوري سيستم. طب الريسبيراتوري سيستم والدايجستيف سيستم والسيركيولاتوري سيستم، كل السيستم دي تديني مين؟ البادي بتاعي. خلاص، يبقى عرفنا يعني ايه البادي بيتكون من سيستمز والسيستمز عبارة عن أورجانز. طيب الأورجانز اللي في كل سيستم دي بتشتغل مع بعضها، working together to perform a specific function، عشان تعمل في الآخر وظيفة. يعني في الدايجستيف سيستم هلاقي الأورجانز اللي جواها بتعمل ايه؟ بتشتغل مع بعض عشان في الآخر تديني حاجة واحدة، اللي هي ايه؟ الدايجستشن، اللي هي الهضم. طيب زي بالظبط لو انا عندي مصنع كبير، المصنع دوت هو جسمنا. المصنع ده مثلا وليكن فيه كذا اوضه، الاوضه دي هي الاوض دي هي السيستمز. كل اوضه فيها عمال شغالين بيعملوا حاجه، صح ولا لا؟ ولنفرض العمال اللي شغالين في الاوضه دي هي شغالين عشان يطلعوا لي البلوزه، والعمال اللي شغالين في الاوضه الثانيه عشان يطلعوا لي مثلا البنطلون. فانا كل سيستم من دول عبارة عن مجموعة أورجانز، الناس اللي شغالين جوه اللي كلهم بيشتغلوا صح عشان يطلعوا لي حاجة واحدة في الآخر. طيب أنا أصلا جسمي ليه بيشتغل وبيهضم بيعمل دايجيشن، وليه بيعمل ريسبيريشن، ليه بيعمل الحاجات دي كلها؟ لأن جسمي محتاج أنرجي. هو أنا دلوقتي عشان أجري أو ألعب أو أشتغل أو أذاكر، ده كله محتاج انرجي. يبقى كل الاكتيفيتيز دي عشان اقدر اعملها، عشان دو اكتيفيتيز، انا محتاجه انرجي. طب عشان كمان الاجهزه السيستمز اللي جوه جسمي كلها اللي احنا لسه جايبين صورتها من شويه دي هي عشان تشتغل، لازم يبقى في انرجي، طاقه. كلمه انرجي يعني طاقه، يعني مجهود، القوه اللي بتخليني اعمل ده كله. قلبي عشان يشتغل محتاج ايه؟ انرجي، طاقة. طيب اللانجز، الرئتين بتوعي عشان يشتغلوا محتاجين انرجي، طاقة. طب الانرجي دي جاية منين؟ جاية من الفود اللي انا باكله، الاكل اللي باكله لما بيحصل له بروسيسنج يعني بيتهضم، والبريسنج التنفس لما بتنفس، ده كله بيديني الانرجي بتاعتي. عرفنا الانرجي جاية منين؟ من حاجتين، بريسنج وفود بروسيسنج، يعني من التنفس ومن هضم الاكل اللي انا باكله. طب انا عايزه الانرجي ليه؟ تو دو اكتيفيتيز، اعمل كل حاجه. بقى اكتيفيتيز دي ممكن تكون امشي ووك، ممكن ان انا اذاكر، ممكن ان انا اشتغل، اي حاجه تو دو اكتيفيتيز اند دو فانكشن انسايد ات،
يعني قصده بيها حركة القلب جوه، حركة اللانجز، كل حاجة بتحصل جوه جسمنا محتاجة انرجي. طب تعالوا ندرس اول سيستم عندنا، الدايجستيف سيستم. وكلمة دايجستيف سيستم انتوا عارفينها ان هي جهاز هضمي بيهضم الاكل، يبقى هو السيستم الريسبونسبل فور ايه. كلمة ريسبونسبل فور يعني مسؤول عن، بيعمل ايه، بريكنج داون فود، بيكسر لي الاكل، بيهضمه انتو سمول بارتس، هيكسروا الحتت صغيرة. ليه؟ عشان لما هيكسروا الحتت صغيرة هيطلع لي حاجتين، النيوترينز اللي هي الايه، اللي هي الاكل الصغنن خالص اللي جسم يقدر ياخده ويستفيد بيه، والانرجي اللي هي الطاقة. يبقى تاني، digestive system ده responsible for breaking down، يكسر لي الفود into small parts. اللي small parts دي هي هتديني ايه، nutrients اللي هي العناصر الغذائية الصغننة خالص اللي جسمي يستفيد بيها، وenergy طاقة. طب عملية التكسير دي بتاعت breaking down اسمها ايه؟ اسمها digestion process. digestion process خلاص كده، digestion process. البروسيس دي او العملية دي هي بتاعت breaking down food لchemical substance. chemical substance يقصد بيها النيوترينز، الحاجات الصغننة خالص اللي بعد ما الاكل اتهضم في جسمي. طيب الحاجات الصغننة دي اللي اتكسرت جسمي بيقدر ياخدها، ياخدها ازاي؟ شفتوا السفنجة لما بحطها في المية بتعمل ايه؟ absorb. absorb يعني بتمتص، بتشفط المية، صح؟ طب انا الاكل بتاعي ده لو انا جبت سفنجة وحطها على اكل، او حطيتها على مثلا سكر او على دقيق، هي هتشفط السكر او الدقيق او هتشفط الاكل ده؟ لا. ليه؟ ما هي مش هتعرف، لان السفنجة فيها فتحات وخروم صغننة ما تقدرش تسحب او absorb غير الحاجات الصغيرة، زي حاجات زي بالظبط المية. عشان كده في الدايجيشن بروسيس الاكل بتاعي هيتحول لحاجات صغيرة جدا، حاجات عاملة زي المية، عشان الجسم بتاعي يقدر يعمل لها absorb، عشان يعمل لها uses، يستخدمها. هيستخدمها في ايه؟ في الجروس، عشان جسمي يبقى قوي ويكبر ويديني الايه؟ الانرجي. طيب بعد كده تعالوا نشوف الهيومن دايجستيف سيستم عبارة عن ايه. الهيومن دايجستيف سيستم عبارة عن الماوث، صح؟ مشان اول ما باكل بحط الاكل في الماوث، بعد كده الاسوفيجس، بعد كده الاستومك، السمول انتستين واللارج انتستين، واحنا هناخد كل واحدة من دي بالتفصيل. اول حاجة في الدايجستيف سيستم هي مين؟ الماوث. اخر حاجة الانوس اللي بتخرج منها الفضلات بتاعت الجسم، الويست اللي احنا مش عاوزينها. طيب يبقى الدايجستيف سيستم بيبدا ستارتس بالماوس واندس ويز انس. طب بيتكون من ايه تاني؟ بيتكون من الماوس، الاسوفيجس، ستومك اللي زي البالونه دي، وهناخد كل حاجه بالتفصيل. يبقى البدايه عندي اللي فوق ده البق بتاعي ده هو الماوس، بعد كده التيوب، يعني تيوب يعني انبوبه، التيوب الطويله دي اسوفيجس، البالونه بتاعتنا دي اسمها ستومك، المعده، بعد كده عندي الايه الخرطوم اللي لافف حوالين نفسه تحت ده، ده السمول انتستين. طيب الخرطوم التخين بقى اللي عامل زي حرف اليو المقلوب ده اسمه اللارج انتستين. واخر في اخر خالص بتاع الخرطوم بتاع اللارج انتستين ده في عندي فتحه صغيره اسمها انس، ودي اللي جسمي بيخرج منها التويلت او الفضلات اللي الجسم مش عاوزها. طب يا مس في حاجه كده عم شبه الترينجل، شبه المثلث فوق اهي، ترينجل شايفينها البني دي، ده الليفر اللي هو الكبد بتاعنا. طب في تحت حاجه شبه الموزه كده صفرة اهي تحت الاستومك، شايفينها؟ ده اسمه بانكرياس. وكل حاجه من دي هنعرف هي بتاعت ايه وبتعمل ايه. طيب اول حاجه الاكل بيخش فيها هي الماوث. طب الماوث بتاعنا في ايه؟ في تيس، اسنان، في سلايفا اللي هي الايه، اللي هي الميه اللي في بقنا دي، هي في كمان التانج اللسان. طب التيس بيعمل ايه؟ اول ما باكل التيس ينزل على الاكل يعمل له كراش، يكسره، وشيوينج يندغه، كراش شيوينج. يبقى التيس تاني بتعمل ايه؟ كراش شيوينج. طيب التانج بقى اللي في بقنا، اللسان، ميكس، هيقلب الاكل
خلاص. يبقى التيس هتعمل ايه؟ هتعمل كراش وشيوينج. طب التانج هيعمل ميكس، تقليب للاكل في بقي. طب السلايفا بقى هتعمل ايه؟ سلايفا ده ليكويد، قلت ده الليكويد يعني السائل اللي موجود في بقنا، بيعمل ايه؟ هيبل الاكل. مايستنز فود، مايستنز فود ليه؟ عشان تو فاسيليتيت، فاسيليتيت يعني يسهل، سوالوينج البلع، سوالوينج يعني البلع، سوالوينج. طيب يبقى خلاص كده احنا عرفنا كل حاجه في بقنا هتعمل ايه. السلايفا كمان اللي هي السائل او الليكويد اللي موجود في بقنا ده بيعمل دايجست للستارش انتو شوجرز. يعني ايه؟ يعني بيهضم الستارش اللي هي النشويات زي العيش، العيش ده بنقول عليه نشويات يعني ستارش، بيكسره ويخرج منه الشوجرز السكر اللي موجود عشان جسمي يستفيد بيه. طيب بعد ما خلاص الاكل اتكسر واتقلب واتبل في بقي، ايه اللي بيحصل؟ بيروح لمين؟ بيروح للفارنكس. فارنكس ده اللي هو في الزور، البلعوم اللي في الزور عندنا. الفارنكس ده بيزقه لمين؟ للإيسوفيجس. لمين؟ للإيسوفيجس. يبقى دلوقتي بصوا للصورة كده، الايه؟ الاكل دخل في الماوث، بعد كده نزل في فين؟ في الفارنكس اللي هي في الحته اللي في الزور، بعد كده نزل في التيوب، الانبوبه الطويله اللي احنا بس شايفين الانبوبه اللي ماشي فيها دي اسمها ايسوفيجس. الايسوفيجس ده عباره عن تيوب، انبوبه بتربط ما بين الفارنكس اللي هو الزور بتاعنا وما بين الاستومك المعده بتاعتنا، البالونه اللي تحت دي. طيب بعد ما الاكل بينزل في الايسوفيجس، الايسوفيجس دي هي بتفضل تزق موفز او بوش، بتدفع الايه؟ الفود للاستومك، بتنزله للاستومك تحت. طب خلاص هو نزل في الاستومك، بطني خلاص الاكل نزل فيها الحمد لله. طيب هيحصل ايه بقى في الاستومك؟ اول ما بينزل في الاستومك بتبدا ترش عليه ليكويد، الليكويد ده اسمه ستومك اسيد. يبقى تاني اول ما بينزل في الاستومك في المعده بتاعتنا هيحصل ايه للاكل؟ الفود دوت هتبدا الاستومك تبخ وترش عليه ليكويد. الليكويد ده او السائل ده عباره عن ايه؟ اسمه ستومك اسيد ودايجستيف جوسز، يعني عصير، حاجه شبه العصير كده، بس العصير ده بيسيح الفود، بيخليه عامل زي الليكويد، بيخليه عامل زي الميه، بس مش الميه قوي، هو هيبقى بالظبط تقيل زي العسل. عارفين العسل؟ شفتوا بيبقى تقيل ازاي؟ اهو الدايجستيف جوسز دي والاستومك اسيد اللي هتتبخ او هتترش على الاكل في الاستومك، هيعمل ايه؟ هيحول الاكل اللي في معدتي لايه؟ لليكويد. الليكويد دوت بيبقى سوبي ليكويد، حاجه كده زي الشوربه التقيله او زي العسل الاسود. عارفين العسل بيبقى تقيل ازاي؟ هو كده سوبي ليكويد. طب السوبي ليكويد ده هيحصل له ايه بعد كده؟ هيفضل قاعد في الاستومك؟ لا، هيمشي بقى خلاص، ما هو خلاص الاستومك عملت اللي عليها. هتنزله بقى لمين؟ للخرطوم الطويل اللي ملفوف على بعضه تحت، اللي اسمه small intestine. small intestine، small intestine. طب رحنا للsmall intestine، يا ترى ايه اللي هيحصل فيها تحت؟ السمول انتستين فوقيها في الجزء اللي شبه الترينجل ده اللي انا بشاور عليه ده، والجزء اللي شبه الايه؟ الموزه، فاكرينها اللي هي اللي تحت الصفرة دي، هي اللي شبه الترينجل ده اسمه الليفر، الكبد، واللي شبه الموزه او شبه الريشه تحت دوت ده بيبقى اسمه بانكرياس. طب الليفر والبانكرياس بيعملوا ايه؟ بيطلعوا برضو جوسس، عصارات. العصارات او الجوسس دي هي هتعمل ايه؟ فلو انتو هتدلي او هتتصب في السمول انتستين. ليه؟ عشان تبريك داون فودز انتو نيوتريانز، عشان تكسر لي بقى بقيه الاكل اللي نزل على شيء على هيئه ايه؟ فاكرين هي الاستومك حولته لسوبي ليكويد، حاجه تقيله، سائل تقيل. طب السائل التقيل ده، وانا لو جبت السفنجه وحطها في عسل هتعرف تشفط العسل؟ لا، تقيل عليها، لازم يبقى ميه خالص. طب يبقى ميه خالص دي بقى ازاي؟ بالجوسس اللي جايه من البنكرياس ومن الليفر. خلاص كده، يبقى تاني الفود بتاعي في الاستومك اتحول لسوبي ليكويد. نزل فين؟ نزل في الانتستين، بس برضو الانتستين مش قادره تعمل له ابزورب زي السفنجه خلاص عشان توديه للجسم كله يستفيد بيه لسه كبير.
فيحصل ايه؟ يجي الليفر والبنكرياس ينزلوا الجوسز بتاعتهم، تمام، على الايه، على الفود اللي نزل في الانتستين، فيحولوا لنيوتريانس. نيوتريانس يعني حاجات صغننة خالص خالص يقدر الانتستين دي انها تعمل لها ابزورب، زي السفنجة ما بتعمل ابزورب للمية، تمام. طيب بعد كده بقى ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الانتستين دي هيت حواليها بلاد فيسلز. فاكرين كلمة بلاد فيسلز اللي كانت موجودة في الفيد بتاعت البنجوين؟ احنا كمان حوالين الانتستين السمول انتستين في بلاد فيسلز. فيسلز يعني ايه؟ العروق اللي ماشي فيها البلاد، الدم. ليه؟ عشان تاخد النيوتريانس اللي موجودة في السمول انتستين وتوزعها لكل الايه، لكل البادي بتاعتنا. هتروح للهارت، للقلب، هتروح للبرين، للمخ، هتروح لكل حتة في جسمي محتاجة اكل. خلاص كده؟ طب يا ميس، طب انا كده لو بقى الجسم بقى فيه شوية اكل كده وما تهضموش، undigested food، هيحصل فيهم ايه؟ ما دول الانتستين اللي شبه السفنجة مش هتعرف تعمل لهم absorb، صح ولا لا؟ هيروحوا فين؟ هيروحوا بقى الحتة تانية اسمها large intestine. يبقى بسرعة كده، السمول انتستين دي عبارة عن long winding tube، انبوبة ملفوفة على بعضها، اللي هي مين بقى؟ هفكركم، احنا كلنا بنحب ناكل الممبار، حد فيكم ما بيحبوش؟ ده جميل جدا. الممبار ده هي السمول انتستين. السمول انتستين بالرغم ان هي طويلة جدا جدا في بطننا، بس مع ذلك هي واخدة مساحة صغيرة. ليه؟ وانا لو جبت خرطوم طويل قوي وقعدت الف والفه على بعضه، مش في الاخر هقدر ان انا احطه في شنطة صغيرة؟ السمول انتستين كمان كده هي عبارة عن لونج تيوب بس ويندينج، تمام؟ ويندينج على بعضها، بتعمل ويندينج على بعضها يعني ملفوفة على بعضها، ويندينج على بعضها، تمام؟ لما هتعمل ويندينج على بعضها هيحصل ايه؟ هتاخد مساحة صغيرة، وهنا لحد السمول انتستين بيبقى الدايجيشن اوف فود خلصت. ليه خلصت؟ لان اللي متبقي لي هو الاندايجستد فود. اللي هيروح فين؟ اللي هيروح لللارج انتستين اللي هي شبه حرف اليو المقلوب. طيب في اللارج انتستين بقى هتعمل ايه؟ الاندايجستد فود، الاكل اللي ما تهضمش والجسم ما قدرش يكسره، لما هيروح لللارج انتستين هتسحب منه، هي رخرة عاملة زي السفنجة، هتسحب منه كل الووتر اللي فيها، المية اللي فيها. ليه؟ لان جسمنا محتاج للووتر ده، جسمنا محتاج للووتر، فالووتر دوت هيعمل له، يحصل له ابزورب باللارج انتستين. وبعد كده لما حاجة اخد منها المية هتنشف، فالسوليد ويست، سوليد يعني نشفة، سوليد ويستس دي هي هتخرج بقى من جسمنا في التويلت عن طريق فتحة اسمها انس. انس، خلاص كده؟ يبقى اللارج انتستين دي عبارة عن تيوب اخرها فتحة اسمها انس، هي دي اللي بعد ما اللارج انتستين ابزورب الووتر من الاندجستد فود وتحوله لسوليد ويست هتخرج عن طريق الانس، تمام كده؟ يبقى احنا كلنا الاكل، نزل من الماوس للاسوفيجس، نزل للاستومك، بعد كده، بعد كده راح للسمول انتستين، بعد كده لللارج انتستين، ومنها خرج الاندايجستد فود عن طريق مين؟ عن طريق الانس، تمام كده؟ شايفين زي الصوره اللي قدامنا بالظبط، from mouth to esophagus to stomach to small intestine to large intestine. تعالوا نشوف بقى انا مفروض احافظ ازاي على معدتي وعلى بطني وعلى الجهاز الهضمي بتاعي كله، على الدايجستيف سيستم، عشان يبقى هيلثي. اول حاجه شيوينج فود ويل، لازم امضغ الاكل كويس عشان ما تعبش جسمي انه يفضل يهضم، انا ما بكسره بسهل الدايجيشن. افويد ايتينج ماتش فاست ميلز، ما اكلش الاكلات السريعه من بره اللي هو التيكاوي، لان ده كله بيضر بالجسم، لازم اكل اكل هيلثي. drinking a lot amount of water، الووتر ده مهم جدا للدايجستشن. وبراكتس سبورتس، اعمل تمارين، كل ده بيخلي الدايجستيف سيستم بتاعي هيلثي، بيخليه ايه؟ هيلثي.
طيب يا ترى الانيمالز عندها دايجستيف سيستم زينا؟ طبعا مش بتاكل ومحتاجه تهضم ومحتاجه انرجي. طيب تعالوا نشوف تو اكزامبلز على الانيمالز، الكاو والدوج. ليه يا ميس اخترنا الكاو والدوج؟ لان الكاو بتاكل اكل مختلف عن الدوج، وعلى حسب نوع الاكل اللي هتاكله الانيمالز دي جسمها هيعمل structural adaptation عشان يقدر يهضم الاكل، عشان يقدر يتغذى، عشان يقدر survive يعيش. تعالوا نشوف، الكاو بتاكل الجراس صح ولا لا؟ يبقى الكاو بتاكل الجراس، بس الجراس ده اللي هي الاعشاب الخضرة دي difficult to be digested، صعب قوي في هضمها، فلازم الدايجستيف سيستم ادابت يتكيف مع الاكل اللي هي بتاكله، هنشوف ازاي. لكن الدوج ايت ميت، بياكل الايه؟ اللحمه، فلازم برضو الدايجستيف سيستم يعمل ادابتيشن. طيب انا عندي الكاو بتاكل جراس، يبقى لازم التيث بتاعتها تعمل structural adaptation عشان تاكل الايه؟ الجراس دي. فهلاقي الكيس بتاعتها فلات متساوية، شايفينها عاملة ازاي؟ قد بعضها كده اللي هي ماشية، لما اجي اقفلهم على بعض ما لاقيش حتة طالعة حتة نازلة، لا كلهم بصي متساويين فلات مسطحة. لكن الدوج بقى هو بياكل ميت، فمحتاج كيس قوية شارب، تمام؟ او مش عارفه هو مبسوط قوي كده ليه. عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل يقطع اللحمه اللي هو بياكلها، فلازم التيس بتاعته تبقى شارب. طيب والميت اللحمه easier to be digested، سهله جدا في هضمها، سبحان الله. يعني يميز الحشائش الخضراء او الجراس صعبه انها تتهضم، لكن اللحمه اللي احنا بنشوفها جامده دي easier to be digested. ايوه الجهاز الهضمي دايجستيف سيستم يقدر يهضم الميت كويس، لكن ما يقدرش يهضم الجراس كويس. طب الكاو بقى عشان تقدر تهضم الجراس اللي هي difficult to be digested محتاجه ايه؟ محتاجه long digestive system، يعني الدايجستيف سيستم بتاعها يبقى طويل عشان الاكل يقعد فيه مده طويله فيتهضم كويس قوي قوي قوي. وعندها four stomach like organs، يعني عندها اربع بالونات صغيرين في بطنها عاملين زي الاستومك بتاعتنا، احنا عندنا استومك واحدة بس، هي عندها four stomach like organs. ليه؟ عشان هي بتاكل جراس difficult to be digested. طيب لكن الدوج بقى هو بياكل الميت، والميت easier سهلة في digested بتاعتها، عشان كده الدايجستيف بتاع سيستم بتاعته شورت قصيره، ويدوب عنده اونلي وان ستومك زينا، تمام كده مش محتاج اكتر من وان ستومك. طب يا ترى يا ميس في الامتحان هيجي يقول لي الدوج والكاو اعملي ما بينها كومبير قارني، او هيجي يسالني كده على طول يقول لي الكاو عندها كم ستومك؟ ممكن، بس في طريقه ثانيه ممكن يسالك بيها، يجيب لك اي انيمال انت ما درستوش بس بياكل ايه؟ جراس. ساعتها لا هيقول لك هي التيس بتاعت الانيمال ده، ونفرض الهورس مثلا، هو الهورس انتوا درستوه؟ لا، بس عرفتوا ان اللي بياكل جراس لازم التيس بتاعته تبقى فلات، يبقى مش شرط اكون درست الهورس، صح ولا لا؟ طب لما يجيب لي اللاين اسد، هو انا درست اللاين؟ لا، بس عارفه انه بياكل ميت لحمه، يبقى عنده شارب تيس. عرفتوا ممكن يسالني ازاي؟ دلوقتي بقى احنا داخلين عايزين نتنفس، تعبت بقى وعايز اخد نفسي. الريسبيراتوري سيستم هو اللي مسؤول عن الريسبيريشن، التنفس، ريسبيراتوري سيستم. خلصنا الدايجيشن، دلوقتي هنخش على الريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري سيستم ده الريسبونسيبل فور، قلت كلمه ريسبونسيبل فور، مسؤول عن البريثنج. بريثنج يعني التنفس. ليه؟ عشان اجيب الاكسجين، والاكسجين ده اللي بيديني انرجي. طيب يبقى البريثنج اللي هو التنفس مين اللي مسؤول عنه؟ الريسبيراتوري سيستم. لكن مين مسؤول عن الدايجستشن؟ الدايجستيف سيستم. طب انا دلوقتي عمليه التنفس دي انا بنتنفس ازاي؟ انا باخد هواء، كله ياخد نفس كده، بدخل هواء وبخرج هواء، صح؟ ده كده التنفس، دي الريسبيريشن.
الريسبريشن بروسيس عبارة عن جيتينج اوكسجين، انا بدخل هواء اير في اوكسجين وبخرج هواء. الهواء اللي خارج ده فيه ايه؟ كربون دايوكسيد. يبقى الاكسجين هو اللي جيتينج ان، لكن الكربون دايوكسيد هو اللي اوت، بيخرج مني في التنفس. طب يا ترى زي ما شفنا الدايجستيف سيستم بيتكون من ايه، ايه الاستراكشر بتاعه؟ لازم نعرف الاستراكشر، التركيب بتاع مين؟ الريسبيراتوري سيستم. اول حاجه انا لما بتنفس عندي ايه بيخش منه؟ الهواء، النوز بتاعتنا. بعد كده في مين؟ في الثروت او الفارينكس. خلي بالكم كلمه فارينكس انا قلتها في الدايجستيف سيستم، وهقول لكم هي ليه موجوده في الاثنين، موجوده في الدايجستيف سيستم وليه موجوده في الريسبيراتوري سيستم. طيب الفارينكس او الثروت، بعديها التراكيا، بعد التراكيا في تو لانجز، بعد اللانجز في ديافرام. طب يعني ايه نوز؟ اللي هي الانف. الثروت او اللي هي الفارينكس اللي هو الزور بتاعي او البلعوم. بعد كده في التراكية اللي هي القصبة الهوائية اللي عند زوري كده، أنبوبة طويلة كده عند زوري، لو إيه لو حطيت إيدي على زوري هحس بيها. بعد التراكية في لانجس، تو لانجس، عندنا اتنين رئة، رئتين. بعد الرئتين في الديافرام أو الحجاب الحاجز اللي هي العضلة اللي تحت، اللي إيه الخط اللي تحت ده، شايفينه؟ ده اسمه الديافرام. طب تعالوا ندرس كل حاجة زي الدايجستيف سيستم. في الريسبيراتوري سيستم انا بدخل الاول هواء، بعمل انهاليشن يعني بريثنج ان، انهاليشن يعني بدخل هواء، بريثنج ان بدخل هواء، شهيق شهيق يعني بدخل هواء. يبقى الاير اللي فيه اكسجين انترز، بيخش منين؟ من النوز والماوث، النوز والماوث. مش انا ساعات لما بيكون عندي زكام بتنفس من بقي، يبقى الهواء ممكن يخش لي من النوز او الماوث. طيب بعد كده بيروح للثروت او الفارينكس. طب يا ميس استني بقى، الفارينكس بياخد الفود الاكل من الماوث للمين؟ للاستومك او الاسوفجس وبعدين الاستومك. طب يبقى ازاي انا وانا بتنفس الهواء برضو هيخش لي في الاستومك؟ لا، هو مش هيخش في الاستومك. ليه؟ لان الثروت او الفارينكس ده عامل زي المشترك، المشترك دوت ما بين مين؟ ما بين الاستومك وما بين حاجة تانية اللي هي التراكية او القصبة الهوائية. لما اجي اكل يجي الفارينكس او الثروت بتاعي يقفل لي مين؟ التراكية بتاعت التنفس، عشان الاكل ينزل في بطني. طب ولما اجي اتنفس يقوم الثروت او الفارينكس قافل المعده بتاعتي، قافل الفتحه اللي تودي للايه؟ للاسوفجس، وفاتح لي الفتحه اللي بتودي فين؟ لللانجس والتراكية. خلاص، يبقى هي مشترك، انا هاكل هيقفل الناحيه بتاعت التنفس، هتنفس هيقفل الناحيه بتاعت الاكل، عشان كده هي مشترك ما بين الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. خلاص فهمنا الثروت او الفارينكس. طيب خلاص الاير دخل من اللي فيه اكسجين، دخل من النوز، راح هو والماوس راحوا للثروت، الثروت ودتهم للتراكية، والتراكية ودتها بعد كده للتو لانجس. طيب التراكية بعد كده هوت، وهي داخلة على اللانجس هلاقيها متفرعة لإيه؟ للتو، متفرعة للتو برونكاي. برونكاي يعني قصيبتين او شعيبتين هوائيتين، اللي هم ايه؟ شايفين كده الانبوبة اللي قدامنا دي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن التراكية او القصبة الهوائية، تحت مقسومة حتتين اهي، والحتتين دول كل واحدة فيهم متفرعة فرع زي الشجرة زي التري، صح؟ اهو الفرعين الاول الصغيرين دول اللي في اخر التيوب دي، هي الفرعين دول اسمهم برونكاي، تو برونكاي يعني شعبتين او قصيبتين هوائيتين، دول كل واحده منهم بتخش اللنج عشان توصل لها الاير الهواء. جوه اللنج بقى متفرعه زي الشجره لحاجات اسمها برونكيولز، برونكيولز تمام كده. البرونكيولز دي هي في اخرها في كيس صغير زي البالونه، بصوا للرسمه دي كده اللي على اليمين اهي، شايفينها في حته تحت مدوره كده زي الكوره الصغننه اهي، دي اسمها اير
sacs أو alveoli. يبقى الاير sacs أو الالفيولاي دي عبارة عن بلالين صغننة كده في الآخر. البلالين الصغيرة أو الحويصلات الهوائية، أكياس مليانة هواء، اللي في آخر البرونكيولز بتاعتي، اللي هي عبارة عن ايه تاني عشان اللي ما فهمهاش؟ عبارة عن ايه؟ شفتوا الشجرة لما بتتفرع على أغصان والأغصان عليها ورق؟ أهي كده التراكية بتيجي في آخرها، هي عبارة عن تيوب متفرعة من تحت في الآخر. بصوا كده للرسمة دي زي الماوس ما بيتحرك، أي تيوب دي التراكية متقسمة لتحت الحاجتين توب، ها توب برونكاي، توب برونكاي، كل واحدة منهم داخلة في لونج، كل واحدة منهم داخلة في لونج. جوه اللونج هي برانش متفرعة لإيه؟ متفرعة لبرونكيولز. البرونكيولز دي في آخرها مقفولة بإيه؟ مقفولة بإير ساكس أو ألفيولاي، هي دي اللي الهواء بيخش لها ينفخها، فلما ينفخها هتنفخ اللونج كلها. طب يا ترى بقى الاير ساكس واللونجز اللي دخلهم الايه؟ الاير اللي فيه اكسجين، انا هستفيد من الاكسجين ازاي؟ هيروح لمخي ازاي؟ هيروح لقلبي ازاي؟ هيروح لكل جسمي ازاي؟ برضو حوالين الاير ساكس، حوالين اللونج، في بلاد فيسلز. البلاد فيسلز اللي موجوده حوالين الاير ساكس واللونجز هتاخد ايه؟ هتاخد الاكسجين منها عشان توزعه على كل البارتس بتاعت البادي. خلاص كده؟ يبقى البلد اللي موجود في البلد فيسلز هو اللي بيوزع الايه؟ الدايجستد فود او النيوتريانس اللي جاية من الانتستين، وهي برضو اللي بتشيل الاكسجين من اللنج عشان توزعه على كل الايه؟ البادي. يبقى بعد اللانج ما هي فيل اب اتملت بالاير، هيحصل بقى حاجه ما اتكلمناش عنها، الديافرام، من حجاب الحاجز، العضله، الخط اللي قلت لكم عليه تحت ده. يا ترى الديافرام ده بيحصل له ايه لما انا بعمل انهاليشن؟ لما بدخل هواء، كلمه انهاليشن يعني بريثنج ان، يعني هواء بيدخل فيه اكسجين. الديافرام تخيلوا كده، انا بنفخ بالونه وسند ايدي تحت البالونه، كله متخيل، حط ايدي تحت بالونه وقعد انفخ البالونه، كل ما البالونه بنفخها بتزيد انكريز، بتكبر وهتزق ايدي لتحت داون وورد. نفس الحكايه الديافرام اللي موجود تحت اللانجز، لما باجي بتنفس، بصوا كويس للصوره بتتحرك ازاي، لما الرئه عندي اللي هي اللانجز فيل اب ويز اير، بتتملي هواء، هتعمل ايه؟ كاني نفخت بالونه، هتضغط تحت على الديافرام فهينزل لتحت، هينزل لتحت داون وورد، ماشي. وبالتالي الشست سايز اللي هو ايه؟ اللي هو حجم الرئتين والصدر جوه كده، المكان ده هيوسع، صح؟ زي البالونه ما بتكبر، فالمكان اللي جوه اللي هو الشست سايز اللي هو القفص الصدري هيوسع، انكريز، يزيد. خلاص. طيب هو انا لما اجي انفخ البالونه مش هيبتدي الجلد بتاع البالون ده بيتشد قوي؟ اهي كلمه يتشد قوي دي اسمها كونتراكتس، كونتراكتس. يبقى كلمه كونتراكتس معناها ان العضله بتاعت الديافرام هتتشد وهتنزل داون وورد، وبالتالي الشيست سايد هيزيد، انكريز. طيب تعالوا احنا كده دخلنا الهواء، عايزين نعمل بقى ايه؟ اكسهاليشن، نخرج الهواء، عايزين نخرج الهواء. انا خلاص اتنفست ودخلت الهواء، عايزه اخرجه، هعمل ايه؟ هنعمل اكسهاليشن، بريث اوت، هخرج الهواء. ايه اللي هيحصل لما هخرج الهواء؟ هو انا دلوقتي لما اجي هنا احط ايدي تحت البالونه قمت جايه ضاغطه على البالونه لفوق، مش انا كده هفضي الهواء منها؟ يبقى الديافرام هيعمل ايه؟ ريلاكسز، هيحصل له ايه؟ هيطلع لفوق زي البالونه كده، ما بتيجي تفضيها من الهواء بتبدا تطرى، صح؟ ما بتبقاش مشدوده، لا، بتحصل لها ريلاكسز وموفز ابورد، هيطلع، هيدوس على الرئه لفوق كده، على اللنج لفوق ابورد. طيب لما اجي افضي الهواء من البالونه مش هي بتصغر؟ يبقى الشيست سايز، القفص الصدري جوه، هيحصل له ايه؟ ديكريز، هيقل. يبقى تاني ايه الفرق ما بين انهاليشن واكسهاليشن؟ انهاليشن يعني ان انا بعمل بريثنج ان، بدخل اكسجين،
فبما دخل اكسجين اللنج هتتملي fill up with air، فبالتالي الديافرام contract هيتشد moves downward هينزل لتحت والشست سايز انكريز. لكن في الاكسوليشن اللي بيحصل في الاكسوليشن الهواء هيخرج بريث اوت اللي فيه كربون دايوكسيد اللي انا مش عاوزاه، انا مش عايزه الكربون دايوكسيد، هيخرجوا. هيخرجوا ازاي؟ الديافرام ريلاكسس، تمام، هيطلع لفوق moves upward so chest size القفص الصدري هيجرى له ايه؟ decrease، هيقل، decrease هيقل. خلاص كده؟ طيب يبقى الديافرام ده عبارة عن large muscle، عضلة قوية كبيرة. العضلة دي مهمة جدا في ان انا اعمل فيها ايه؟ هي موجودة at the base of ribs، يعني ايه؟ يعني تحت عضلات القفص الصدري بتاعنا، وليها دور مهم play role in respiration process. يبقى الديافرام مهم في ايه؟ في respiration process، وهو عبارة عن ايه؟ large muscle. تاني الديافرام عبارة عن large muscle بيعمل ايه؟ مهم في respiration. طيب وزي ما قلنا ان الاير ساكس، فاكرينها الاير ساكس دي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البلالين الصغيرة اللي موجودة في اخر البرونكيولز. قلنا ان فيها بلاد فيسلز، حواليها بلاد فيسلز بتنقل ايه؟ الاكسجين. طب انا عايزة احافظ على اللونجز بتاعتي، عايزة احافظ على الريسبيراتوري سيستم بتاعي هيلثي، اعمل ايه؟ اول حاجة بريثنج كلير clear air، يعني ما اقعدش في مكان فيه دخان او في اي حاجة ممكن تدخل لي هوا مش نظيف. لازم breathing clear air، هوا نظيف. لازم eating food rich in vitamin C، لازم اكل الاكل اللي فيه فيتامينات خاصة فيتامين C. كل الاكل، الاكل اللي فيه فيتامين C زي ايه؟ زي الاورنج، زي الكاروت، كل الاكل اللي فيه فيتامين C ده مهم جدا للrespiratory system بتاعنا. وكمان لازم avoid smoking، التدخين بيضر جدا باللونجز وكمان بيضر باللي قاعد، يعني حتى لو حد ما بيدخنش بس قاعدة قدام حد بيشرب سجاير هيضر الايه؟ اللونجز بتاعتي. وانا عشان احافظ على الريسبيراتوري سيستم بتاعي لازم avoid smoking. خلاص كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف يا ترى لو انا خدتكم معايا في رحلة تحت المية هنلاقي مين؟ هنلاقي الفش، السمك. طب يا ترى السمك بيعمل ريسبيريشن زينا ولا مختلف عننا؟ هو انتوا تقدروا تنزلوا تحت المية وتتنفسوا من غير جهاز؟ لا طبعا ما نقدرش، نموت، هنغرق وهنموت، مش هنعرف ناخد نفسنا. طب الفش عايشة ازاي في المية وبتتنفس ازاي؟ الاول هي شبهنا، سيميلاريتيز يعني شبهنا في ايه؟ سيميلاريتيز يعني شبهنا في ايه؟ اول حاجة انها انهيل اكسجين، بتاخد اكسجين زينا، اللي البلد اللي موجود عندها في البلد فيسلز بياخده يوديه لكل البادي زينا بالظبط. يبقى هي بتاخد اكسجين وبتخرج ايه؟ اكسيل كربون دايوكسيد. طيب قلنا ان الكربون دايوكسيد ده هارمفول ويست برودكت، يعني حاجه ضاره انا مش عايزاها، لازم جسمي يتخلص منها عشان كده بخرجها. يبقى دي السيميلاريتيز، التشابه ما بين الهيومن والفيش. طب الديفرنس احنا عندنا ايه؟ عندنا اللونجز بنتنفس بيها، اللي بندخل الاكسجين اللي موجود في الاير في الهواء منها، صح ولا لا؟ طب الفيش ما عندهاش اير لانها تحت الووتر. طب هي تحت الووتر ربنا بقى عمل لها ايه؟ سبحان الله، دوب لها الاكسجين في الووتر، خلى الاكسجين اللي احنا بناخده من الجو دايب ليها هي في المية عشان تقدر ان هي تاخده. طب هي هتاخد الاكسجين اللي دايب في الووتر ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها جيلز، عندها خياشيم جيلز، شايفين الفتحات اللي عند السمكة من الجنب دي؟ اهي دي اسمها جيلز، تاخد الاكسجين الدايب في المية توديه للبلاد فيسلز اللي هتوزع الاكسجين على السمكة، جسم السمكة كله. طيب الجلز دي موجودة في ناحية راس السمكة عند الهيد بتاعتها كده من فوق، خلوا مامي تورينا سمكة كده، هنلاقي فيه زي كفر عند راسها بيتشال ويتحرك، الكفر ده تحتيه حاجة
شبه الايه، شبه المقشه كده، او اللي هي نص دايره دي شايفينها، اللي شبه المقشه دي هي اللي شبه المقشه دي اسمها جيلز، تمام كده. الجيلز دي حواليها بلاد فيسلز هتنقل الاكسجين لكل البادي بتاع الفيش، تمام. طب تعالوا بقى نشوف انيمالز تانية. الانيمالز دي غريبة جدا سبحان الله، بتعرف تعمل structural adaptation عشان تعيش على اللاند، على الارض، تتنفس هواء، وتقدر تعمل structural adaptation عشان تعيش في الواتر فتتنفس في المية. ازاي ده؟ لا ولا الفيش يعرف يعملها، ولا الهيومن يعرف يعملها، ولا اي انيمالز يعرف يعملها. ليه الامفيبيانز بالذات بتعرف تعملها؟ سبحان الله، ربنا عامل فيها حاجة غريبة جدا هنعرفها سوا. الامفيبيانز دي اسمها برمائيات. كلمة برمائيات يعني بر يعني بتعيش على البر، على الارض، وتتنفس هواء. مائيات يعني تقدر تعيش في المية وتتنفس عادي خالص في المية. طب ازاي الامفيبيانز بتعمل كده؟ الامفيبيانز دي سمول انيمالز، انيمالز صغننه كده. زي مين؟ زي الفروجز، تمام، عارفين طبعا الضفادع، الفروجز والتودز، تمام. وفي حاجه تانية اسمها سالاماندرز. دي السالاماندرز اللي هو ايه اللي على الشمال ده، اللي على الليفت شايفينه اللونه اخضر ده، اسمه سالاماندرز، وده كمان اسمه سالاماندرز. السالاماندرز والتوتس والفروجز، خلي بالكم التوتس والفروجز هي ضفادع، التوتس هي نوع من انواع الضفادع من الفروجز. يعني الفروجز والتوتس نقدر نقول عليهم شبه بعض، او هم نوع حاجه واحده، بس التوتس دي نوع من الفروجز. عامل زي ايه؟ هو انا مش عندي الفراخ كده، ممكن يبقى في منها فراخ حمراء وفراخ بيضاء، او مثلا يبقى عندي اي انيمال في منه كذا لون. اهي التوتس دي نوع من انواع الفروجز، كلها ضفادع، تمام كده. دي اسمها امفيبيانز، تبع الامفيبيانز. طيب للتذكير، فاكرين البانسر كاميليون كانت تبع ايه؟ كانت تبع حاجه اسمها ريبتايلز، الزواحف. عشان ممكن يجي يسالنا هي البانسر كاميليون كانت تبع ايه، هقول له الريبتايلز، لكن التودز او الفروجز تبع ايه؟ تبع الامفيبيانز، خلاص. طيب تعالوا نشوف بقى تتنفس ازاي. هي عندها تو لانجز، سبحان الله، عندها لانجز زينا، فتقدر تتنفس على اللاند، على الارض، تاخد الايه، الاكسجين فروم اير. طب في الميه بقى، في الواتر، بتعمل ايه؟ هنلاقي السكن بتاعتها كلها عامله زي الجلز بتاعت الفيش، بتقدر تاخد الاكسجين الدايب في الميه، وحواليها بلاد فيسلز هتاخد الاكسجين ده وتوزعه على الجسم كله، سبحان الله. يبقى هي تقدر تتنفس على اللاند بالتو لانجز بتاعتها، وفي الميه السكن، الجلد بتاعها، السكن بتاعها كله يقدر يعمل جاز اكسشينج. يعني يقدر يعمل ايه؟ ياخد الجازس اللي هي الاكسجين جازس من الميه ويوديها للبلاد فيسلز عشان تتوزع على الجسم كله، تمام كده. نيجي بعد كده، لا ده دي ضفدعه نامت مننا واحنا بنشرح، فاحنا هنسيبها تكمل نوم ونكمل، يلا بينا. سيبوها نايمه. هنيجي دلوقتي نشوف الايكو سيستم بقى بتاعنا. فاكرين الايكو سيستم ده كان ايه؟ كان الهابيتات، البيت اللي كل الليفنج اورجانيزمز عايشين فيه. طب الايكو سيستم ده ساعات بيحصل فيه تشينجز، تغيرات. التغيرات دي ممكن تكون باي نيتشر، عن طريق الطبيعة، الإنسان ملوش دخل فيها، هي بتحصل لوحدها، أو ممكن تكون باي هيومن اكتيفيتي، بسبب الإنسان، هو اللي تسبب فيها وهو اللي عملها. يبقى يا إما نيتشر، الطبيعة، أو هي حصلت لوحدها، أو عن طريق إن الهيومن اكتيفيتي، الإنسان هو اللي عملها. طب إيه هي التشينجز اللي بتحصل للإيكو سيستم بتاعنا والإنسان ملوش دخل فيها؟ temperature changes، هو لما الجو يحرر او يبرد، هو ده بايد الانسان؟ لا، يبقى دي nature changes، تمام. طيب الرينفول، المطره، هي المطره دي بايد الانسان؟ لا طبعا، المطره دي حاجه بتحصل لوحدها، احنا ملناش دخل فيها. طيب كمان السيفير ويذر ايفنتس، زي الويندس، الرياح، هي الرياح الشديدة، السيفير يعني الشديدة، الرياح الشديدة دي
احنا لينا دخل فيها؟ لا. طب ال wildfires، wildfires اللي هي حرائق الغابات، احنا لينا دخل فيها؟ برضو لا. ان حرائق الغابات دي بتحصل ليه؟ لما درجة الحرارة بتعلى جامد جدا 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 في اماكن فيها زرع، فمن كتر الحر الشجر بيولع، عشان كده الوايلد فايرز دي ممكن تموت لي النباتات اللي مزروعه والكائنات اللي هي الحيوانات الانيمالز اللي موجوده عايشه في المكان ده. كل دي تشينجز ممكن تحصل في الايكو سيستم، بس الانسان ملوش دخل فيها. طب ايه بقى اللي الانسان بيعمله بيأذي بيه الايكو سيستم بتاعه، البيت بتاعه؟ هو كاتنج داون فورست، بيقطع الغابات. ما هي الغابات دي هي فيها اشجار، والشجر ده بلانتس ليفنج اورجانيزم، يعني هو بيموته وبيأذي الايه؟ الايكو سيستم. ايه تاني؟ كمان هو بيعمل بلوينج للجراس لاندز، يعني بيجي على الاراضي الزراعية ويشيل الزرع بتاعها. طب ما هو لما هيشيل الزرع بتاعها، الاكل اللي احنا بناكله من الزرع اللي مزروع ده هيقل، وممكن ما نلاقوهوش بعد كده من كتر ما هو عمال يشيل الاراضي الزراعية كلها. طب ما هي كمان الانيمالز بتاكل من الاراضي الزراعية دي، مش هتلاقي اكل، صح ولا؟ يبقى blowing grass lands، او بمعنى صح اسمها تجريف التربة. انتوا خدتوها تقريبا في الدراسات، blowing grass lands يعني تجريف التربة، يعني بيشيل الارض الزراعية عشان يبني عليها مباني، بدل ما تبقى ارض زراعية لا هيبني عليها. طيب والاير والسويل والووتر بلوشنز، تلوث الهواء والسويل التربة اللي هي الارض، والووتر اللي هي المية. ممكن عندي لما احنا بنيجي دلوقتي الفاكتورز، المصانع بتطلع دخان، مش ده هيعمل بولوشن للاير، هيلوث الهواء وده هيأذينا طبعا. كمان انا عندي الدخان اللي طالع من العربيات، ده برضو بيلوث الاير. طب الووتر انا ممكن الوثها، اعمل لها بولوشن ازاي؟ ارمي فيها الزبالة. هو احنا ينفع نرمي الويست بتاعتنا في المية؟ لا طبعا، ده فيها سمك هيتضر، وفي حاجات زي الامفيبينز اللي هي مهمة جدا. الامفيبينز ما تعرفش تعيش غير في بيئة نظيفة، لما اجي انا ابوظ لها المية او الارض اللي هي عايشة عليها مش هنعرف نحافظ عليها. طيب يبقى انا لما ارمي الويست بتاعتي في الووتر، انا هأذي كل الليفنج اورجانيزمز اللي عايشة تحت في الايه؟ في الووتر. تمام، يعني بصوا في الصورة كده، ده سمك ماشي اهو، ولاقين حد عمال يرمي الشاليمو، يرمي مثلا كعلبة الكنز، او يرمي باطل، يرمي اي حاجة في المية، هو ده ينفع؟ لا، انت هتضر بالايه؟ بالسمك اللي عايش تحت المية. تمام كده. طب السويل بولوشن اللي هو تلوث التربة معناه ايه؟ معناه لما اجي على ارض زراعية زي دي هيت، ارض فيها بلانتس، وارمي فيها الويست بتاعتي، الزبالة بتاعتي، ما كده البلانت هيموت، هيتسمم وهيموت، يبقى انا اذيت البلانتس ومش هتعرف تطلع تاني، مش هتعرف يحصل لها جرو. طب يا ترى بقى الايكو سيستم دي ممكن التغيرات اللي بتحصل فيها، التشينجز اللي بتحصل فيها، ممكن تكون سلو بطيئة، ممكن تكون رابد سريعة. سلو اللي هي البطيئة اللي هي زي ايه؟ زي بالظبط كده، ما مثلا الجو ايه؟ يبقى برد، واحدة واحدة بنخش على الصيف، فالجو بيحرر واحدة واحدة ببطء. ده بيدي فرصة، تشانس لمين؟ للليفنج اورجانيزم انها تلحق تعمل ستراكشرال ادابتيشن وبيهافيرال ادابتيشن فتقدر تعيش. يعني الانيمالز اللي بتعيش في مكان ساقع قوي وبدا الجو يحرر، هتعمل مايجريشن، تنقل نفسها لمكان تاني، فعندها فرصة تعمل ده. ليه؟ عشان اللي تشينج اللي بيحصل في الجو ده هو سلو بطيء، فعندها فرصة لسه ان هي تتنقل تعزل. خلاص. طب لو رابيد تشينج، الرابيد تشينج او التغير السريع ده بيحصل بسبب الهيومن اكتيفيتيز، بيحصل بسبب الحاجات، افعال الانسان الوحشه اللي بيعملها للبيئه بتاعته، للايكو سيستم بتاعه. طيب لما الانسان بيضر بالبيئه والضرر ده يبقى بسرعه، يعني مثلا رمى مخلفات المصانع اللي هي الزباله بتاعت المصانع المسممه في ميه، ده كده الرابيد، هو لوثها بسرعه، هيحصل ايه للاورجانيزمز؟ اما ان هي يحصل لها موف، هتعمل مايجريشن من مكان للتاني عشان تدور على مكان نظيف، او داي،
ضاي يعني هتموت ويحصل لها extinction. فاكرين كلمة extinction اللي هي disappearance هي تختفي اللي هي معناها death هتموت خلاص. يبقى الرابد change بيحصل بسبب مين؟ الهيومن اكتيفيتيز. طب لما هيحصل رابد تشينج عن طريق الهيومن اكتيفيتيز الاورجانيزمز دي قلنا هيحصل لها ايه؟ ممكن انها يحصل لها مايجريشن يعني هتتنقل موفينج لانذر سويتابل ايكو سيستم، هتدور على سويتابل مناسب ايكو سيستم بيت جديد يكون ايه نظيف وكويس ويقدر تقدر تعيش فيه. طب البلانتس ما تقدرش تتنقل من مكانها صح ولا لا؟ دي ثابته مزروعه بالايه بالروتس بتاعتها في الارض، هتعمل ايه؟ همشي ازاي لما يحصل تلوث والبيت بتاعي ما بقاش حلو؟ هتخلي ايه؟ هتخلي السيتس بتاعتها اللي هي البذور تطير، تطير مع ايه؟ مع الويندس مع الرياح لمكان تاني، والارض جديده فيها تكون ارض نظيفه عشان تقدر ان هي تعمل جرو. يبقى لاندنج زير سيتس يعني هترمي وتزرع السيتس بتاعتها في مكان تاني يكون بيتر بليس مكان افضل عن طريق مين؟ الويندس. طيب سواء الموفينج لانذر سويتابل ايكو سيستم او ان البلانتس جرو اند سيرفايف باي لاندنج زير سيتس ان انذر بيتر بليس، يعني ان الانيمالز تتحرك او ان البلانتس تبعت السيتس بتاعتها عن طريق الويندس، ده بيهيفيرال ولا ستراكشرال؟ هي الحركه دي جزء منها؟ لا، يبقى ده behavioral adaptation. طيب لما بيحصل air pollution وبيزيد جدا، انا بقى نفسي ضريت نفسي في ايه؟ ما هو انا اللي عامله البولوشن دي. اللونج بتاعتي هيحصل لها دامج، هتتدمر هتبوظ. الهارت بتاعي القلب مش هيلاقي الانرجي لان مفيش عندي air نظيف، فالهارت القلب هيتأثر ويحصل له problems مشاكل، وهتحصل امراض كتيره في الايه في اللانج والهارت. طب يا ترى الهيومن الانسان يقدر يصلح، يقدر يعمل ريستور يصلح الضرر اللي هو عمله ويرجع الايكو سيستم تاني نظيفه وكويسه وتقدر تعيش فيها؟ يقدر يعمل ريستور. ريستور يعني يرجع. ازاي يرجع البيئه تاني نظيفه؟ ازاي؟ انه يعمل ريبلانتنج للفورست، يزرع الفورست تاني ويعمل ريموفينج للبوليوتنز، هيشيل كل البوليوتنز اللي هي كل الملوثات، دخان العربيات والمصانع والزباله اللي اترمت في الميه، يشيل ده كله يعمل لها ريموف. يعمل بريزيرفينج للاكزيستد بلانت اند انيمالز، هيعمل بريزيرفينج يعني حفظ، هيحافظ على البلانتس والانيمالز، مش هيموتها ومش مش هيدمر لها البيت بتاعها. تمام؟ يبقى لو حبينا بقى نعمل ريفيجن سريع على الدرس بتاعنا، احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا ان البادي بتاعنا عباره عن سيستمز، السيستمز دي هي بتتكون من اورجانز، كل الاورجانز بتشتغل مع بعضها عشان بيرفورم تعمل لي سبيسيفيك فانكشن. تمام؟ طيب عندي البادي محتاج انرجي عشان يشتغل تو دو اكتيفيتيز وكمان دو فانكشن انسايد ات. طب بيجيب منين الانرجي؟ من البريثنج ومن الفود بروسيسنج. طب في الدايجستيف سيستم قلت هو الريسبونسبل فور بريكنج داون، يكسر الاكل عشان يطلع لي ايه؟ نيوتريانس وانرجي. طب عمليه البريكنج داون دي هي اسمها ايه؟ اسمها دايجستشن. في الدايجستشن دي هي بيحصل بريكنج داون، بيحصل ابزورب عشان اطلع انرجي. طب بيتكون من ايه؟ ايه الاستراكشر بتاع الهيومن دايجستيف سيستم؟ عباره عن الماوث، عبارة عن إيسوفيجس ستومك، بعد كده عندي سمول انتستين لارج انتستين بتنتهي بالأنس. طب الماوس عندي فيه تيس، والتيس دي بتعمل كراش شيوينج، التانج بيعمل ماكسز، بعد كده في السلايفا اللي بتطلع لي المية أو الليكويد اللي في بقنا اللي هيعمل مويستنز عشان فاسيليتيت سوالوينج. طب الإيسوفيجس قلت دي عبارة عن تيوب هتنقل موفز الفود من ال فارنكس من البلعوم او الزور للاستومك. بعد كده اخذنا في الاستومك الاكل لما هينزل هترش عليه الاستومك اسيد والدايجستيف جوسز، هتخليه سوبي ليكويد يعني سائل تقيل، هيروح بعد كده ينزل في السمول انتستين اللي شبه الايه؟ اللي هي المنبار اللي هي شبه خرطوم الطويل اللي ملفوف على بعضه ويندنج تيوب. بعد كده
جوه السمول انتستين هنلاقي فيه فوق في بنكرياس وليفر، هيصبوا الجوسز بتاعتهم جوه السمول انتستين عشان تكسر لي كل السوبي ليكويد او السوبي فود اللي جالها من الاستومك وتحوله لايه؟ هتحوله لسمول نيوتريانتس، وبعد كده تعمل لها ابزورب، تشفطها زي السفنجه لمين؟ للبلاد فيسلز اللي هتاخدها توزعها في البلاد ستريم. بلاد ستريم يعني ايه؟ الدم اللي ماشي في الجسم كله عشان توزعه. طب الاكل اللي فضل ما تهضمش undigested food هيروح لللارج انتستين اللي هي على شكل حرف اليو المقلوب. هي هتعمل ايه في اللارج انتستين؟ هتعمل ابزورب، هتشفط كل الوتر منها، هتحوله لسوليد ويستس، تخرج عن طريق الايه؟ الانس. طب قلنا ازاي نحافظ على الدايجستيف سيستم هيلثي؟ قلت بعمل شيوينج كويس للفود، امضغه كويس، ما كلش فاست ميلز، لازم اكل اكل مفيد، اكل يكون هيلثي، بعمل درينكينج لوت اماونت اوف ووتر، بشرب ميه كتير، براكتس سبورتس، بلعب رياضه. اخذنا بعد كده الفرق ما بين الدايجستيف سيستم بتاعت الانيمالز اللي بتاكل جراس والانيمالز اللي بتاكل ميت. قلنا اللي بتاكل جراس دي بتبقى الجراس صعبه difficult to be digested، لكن الميت easier to be digested. اخذنا ان اللي بتاكل جراس ليها flat teeth، لكن اللي بتاكل ميت ليها sharp teeth. طيب ليجي بعد كده اللي بتاكل عندنا الجراس ليها long digestive system، عندها four stomach like organ، لكن الدوج او الحيوانات اللي بتاكل ميت ليها only one stomach و short digestive system. في الريسبيراتوري سيستم قلت ده اللي مسؤول عن البريثنج عشان ادخل اكسجين يديني انرجي، تمام، والعمليه بتاعه دخول الهواء وخروجه اللي هي ان انا اخد جيتنج اكسجين واخرج كربون دايوكسيد اسمها ريسبيريشن بروسيس. طب الريسبيراتوري سيستم عباره عن ايه؟ عباره عن النوز، ثروت، تراكيا، تو لانجز والديافرام. طب بيحصل ازاي الريسبيريشن؟ ها قلنا اول حاجه عن طريق حاجتين، الريسبيريشن عباره عن inhalation و exhalation. inhalation exhalation inhalation exhalation. ال inhalation يعني breathing in، يعني ال air enters، بيدخل في oxygen air، ال oxygen بيدخل للنوز وبعد كده يخش لل throat او الpharynx. ال throat او الpharynx هتوديها للتراكية، والتراكية دي الانبوبة الطويلة اللي قدامنا اللي بعد كده هتتفرع للبرونكيو للتو برونكاي، والتو برونكاي هيخشوا جوه اللانجز يتفرعوا جوه البرونكيولز. في اخر البرونكيولز في اير ساكس او الفيولاي، حواليها بلاد فيسلز هتاخد الاكسجين اللي موجود في الاير جوه الساكس دي هي وتوديها لكل الجسم بتاعنا. طيب قلت لما الاير ساكس الهواء بيخش لها وتتنفخ بتنفخ اللانجز الفيل اب وذ اير، بتتملي هواء. بعد كده لما هتتملي هواء هتزق الديافرام العضله اللي تحت، هتزقها داون وورد لتحت، فالديافرام هيحصل له كونتراكت، هيتشد، وبالتالي الشست سايز انكريز. لكن في الاكسليشن اللي هي بريس اوت، الهواء بيخرج اللي فيه الكربون دايوكسيد، الديافرام ريلاكسز، هيبقى رخو كده، هيبقى بيسترخي ويحصل له ايه؟ موفز ابورد، هيطلع لفوق عشان يفضي الهواء اللي في اللانجز. والشست سايز هيحصل له ايه؟ ديكريز، هيصغر زي البالونه ما بتصغر، تمام. طيب وقلت ان الديافرام وظيفتها ايه؟ بتليها دور رول في الريسبيريشن بروسيس، وهي عباره عن ماسل. طب ازاي احافظ على الريسبيراتوري سيستم هيلثي؟ قلت ان انا اتنفس كلير اير، اكل اكل يكون ريتش ان فيتامين سي، يعني غني بفيتامين سي، وي افويد سموكينج. طيب بعد كده قارنا ما بين الهيومن والفيش، ازاي كل واحده منهم بتتنفس. قلنا الاثنين زي بعض في ايه؟ في ان هم بياخدوا انهيل اكسجين وايه؟ واكسيل كربون دايوكسيد، وعندهم بلاد فيسلز بتنقل الايه؟ الاكسجين لكل الجسم. طب ايه اللي بيختلف؟ ان الهيومن عنده تو لانجز وبياخد الاكسجين من الاير، لكن الفيش عندها جيلز خياشيم وبتاخد الاكسجين الدايب في الوتر، تمام. وقلت ان الخياشيم دي هي او الجيلز هي اللي بتخليها تقدر تعيش تحت الميه. بعد كده اخذنا الامفيبينز وقلنا ان دي انيمالز او البرمائيات تقدر تعيش
في فين؟ في اللاند عشان عندها لونج، وعلى في الووتر تحت عشان عندها سكن. السكن دي هي بتبقى عامله زي الجلز بتاعت الفيش، تقدر تاخد الاكسجين الدايب في الميه. وقلنا الاكزامبلز عليها زي الفروجز والتوتس والسلامندرز، تمام كده. ولازم تعيش في مويست انفايرمنت. يعني ايه مويست انفايرمنت؟ يعني مكان رطب، مكان قريب من الميه، زي الرين فورست الغابات اللي بتمطر، وزي البونجس البحيرات، اي مكان يكون قريب من الميه لازم يكون مويست انفايرمنت. دي قلنا الضفدع النايمه اللي سبناها وملناش دعوه بيها. قلنا بعد كده الايكو سيستم بتاعنا بيتغير. لما بيتغير بيبقى بسبب حاجتين. ايه السبب اللي بيغير الايكو سيستم؟ اما بسبب طبيعي نيتشر، او بسبب الانسان هيومن اكتيفيتي. اللي بتبقى بسبب النيتشر بتبقى تمبريتشر تشينجز اللي هي تغيرات درجه الحراره، او الرين فول المطره، او السيفير ويذر ايفنت زي الويندس الرياح الشديده، او الوايلد فايرز اللي هي حرائق الغابات، تمام. بعد كده اخدنا ايه هي الهيومن اكتيفيتيز. قلنا كاتنج داون فورست ان هو يقطع الغابات، وبلوينج جراس لاندز ان هو يشيل الزرع، والاير والسويل والووتر بولوشن انه يعمل اير او سويل ان هو يلوث الهواء والميه، يلوث الهواء والميه والايه والتربه او الارض الزراعيه بتاعتي. طيب قلنا ان الايكو سيستم بتاعتي لما بتتغير ممكن التغيير ده يبقى بطيء سلو، وممكن يبقى سريع رابد. البطيء ده بيدي فرصه تشانس لمين؟ للاورجانيزمز انها تعمل ادابتيشن، عندها فرصه تعمل ادابتيشن. لكن التغيرات السريعه الرابد دي بتحصل عن طريق الانسان الهيومن اكتيفيتيز، ودي بتتسبب ان الاورجانيزمز اما موف او داي ويحصل لها اكستنكشن. طب الانيمالز اللي هي موف ودي بيهيفيرال ادابتيشن هتروح فين؟ لو هي انيمالز تقدر تتحرك هتروح لانذر سويتبل ايكو سيستم، هتروح لبيت تاني نظيف. طب البلانتس اللي مزروعه في الارض وما تقدرش تتحرك هتضحي هي بنفسها، بس تبعت السيدز بتاعتها عن طريق الويندس لمكان تاني نظيف عشان تزرع وتبقى شجر جديد. طيب الاير بولوشن دوت لما بيزيد بيضر الانسان نفسه، فبيعمل لونج دامج اسمى هارت بروبلمز، يعني مشاكل في القلب. طيب هل يقدر الانسان ان هو ريستور الايكو سيستم ويرجعه نضيف تاني؟ يقدر يعمل ده عن طريق ريبلانتنج فورسز، يرجع يزرع الغابات والشجر تاني، ريموفنج بوليوتنت يشيل كل حاجه بتلوث الجو او الميه او الارض، يعمل بريزيرفنج يعني يحافظ على الاكزيستد بلانتس اند انيمالز، يحافظ على كل الحيوانات والنباتات. اتمنى تكون الدرس عجبكم، لو عجبكم اعملوا لي لايك وشير للفيديو، وان شاء الله اشوفكم في السيشن الجاية.